المثيرة للجدل ساري كول تعلق على مرض صوفيا طالوني، إليكم مقالته فتابعوا الفيديو إلى آخره. فبعدما أعلنت صوفيا طالوني عن مرضها الخطير والذي اكتشفته صدفة، وقد تعاطف معها الكثيرون من داخل المغرب وخارجه من أصدقائها وكل معارفها، وكانت دعوتهم هي أن تمنوا الشفاء العاجل لصوفيا، إلا أن الصدمة كانت من أقرب صديقتها المعروفة بساري كول، التي تم سؤالها من خلال بث مباشر عن رأيها في مرض طالوني وأن تقربهم من الحالة الصحية لصوفيا باعتبارها صديقة مقربة لها، خاصة وأنها مؤخرا كانت في ضيافتها بتركيا وقامت بعملية تجميل. إلا أن رد ساري كول على هذا الموضوع كان صادما، وبصراحة كان صادما، وستسمعون ما قالته في آخر الفيديو، لأنه باعتبار الصداقة التي بينهما يجب أن تكون حزينة على صديقتها، خصوصا وأنها تصارع الموت. وبغضب هذا ما قالته ساري كول: ديالي فلان مريض، فلانة مريضة، فلان صباح الله، وبنادم مريض الله يشافي يا ويلي، والمرض عطاه ربي ما عطيتو انايا، المرض كيعطيه الله صباح الله، وبنادم مريض الله يشافي يا ويلي، والمرض عطاه ربي ما عطيتو انايا، المرض كيعطيه الله. هذا الرد الصادم والمفاجئ لساري كول جعل رواد السوشيال ميديا يتكهنون بان ما تفعله طالوني فقط تمثيليه، وان ساري كول على علم بذلك. انتظروا رأيكم في التعليقات، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.